بونجور جو سلام تو لوموند دا ميزون زون ان شاء الله تكونوا كعبيه اول مره تشاهد قناه فيرنس بوكس. مرحبا بك. اذا فيديو اليوم ساشرح لكم برنامج جديد للهجره الى مقاطعه كيبك تريد توظيف 14700 مهاجر سنويا. هنا تقديم هذا البرنامج بدون اختبار اللغه الفرنسيه او اختبار اللغه الانجليزيه. اذا فرصتكم للهجره الى مقاطعه كيبك عن طريق هذا البرنامج هنا تقديم من اي بلد عربي. اذا متابعه كامله للفيديو لمعرفه جميع تفاصيل هذا الموضوع. ايضا ساشرح لكم طريقه التقديم لهذا البرنامج. سابدا الشرح. ميزامي اذا اسم هذا البرنامج هو انترناسيونال موبيليتي بروجرام بلس. هنا البرنامج متواجد مباشرة في الموقع الرسمي للحكومة الكندية. سوف أترك لكم الرابط مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو. أترجم لكم الموقع إلى اللغة العربية لفهم أكثر. إذن هذا البرنامج سوف يقدم لكم تصاريح عمل مفتوحة ومجانية من أجل الهجرة إلى مقاطعة كيبك. هنا تعريف لهذا البرنامج International Mobility Plus. هنا يمكن التقدم بطلب الحصول على تصريح عمل مفتوح بموجب سقف برنامج التنقل الدولي في عام 2022. إذن هذا البرنامج مفتوح لعام 2022. سنقبل ما يصل إلى 14700 طلب تصريح عمل بموجب هذا البرنامج. هنا مثلا في حالة قدمت طلبك الأول في عام 2022 وتم أخذ 14700 طلب تصريح عمل ولم يتم قبولك، هنا يمكنك إعادة التقديم عند فتح هذا البرنامج برضو كما تشاهدون هنا في يناير 2023. هنا هناك رسوم يجب دفعها عند التقديم لهذا البرنامج، وفي حالة عدم قبولك في المرة الأولى سوف يتم استرجاع تلك الرسوم والتكاليف. ثانيا لدينا شروط تقديم هذا البرنامج أو من هم الأشخاص الذين يمكنهم التقديم بطلب للحصول على تصريح عمل مفتوح في هذا البرنامج. هنا أولا لدينا تقديم يكون عبر الأنترنت أونلاين. هنا يجب عليك تقديم طلب تصريح عمل مفتوح الخاص بك عبر الأنترنت. هنا لدينا يجب أن يكون الشخص الذي يقدم لي تصريح العمل عن طريق هذا البرنامج يعيش خارج مقاطعة كيبك أو خارج كندا. هنا مثلا نجد الدول العربية الجزائر تونس المغرب يمكنها تقديم لي هذا البرنامج من خارج كندا. وأيضا هنا المتواجدون في كندا يمكنهم التقديم ولكن خارج مقاطعة كيبك. هنا أيضا عند التقديم إلى تصريح العمل والحصول على هذا التصريح يجب أن تكون هناك نية للاستقرار والعمل في مقاطعة كيبك. هنا أيضا يمكن لماريا الأزواج التقديم في تصريح العمل في هذا البرنامج. هنا دائما التقديم عبر الأنترنت. هنا شرط آخر يجب الحصول على عقد أو عرض عمل في مقاطعة كيبك. هنا لتسهيل الأمر عليكم سأترك لكم رابط موقع رسمي للبحث عن عقود عمل في مقاطعة كيبك. هنا فقط يجب إرسال السيرة الذاتية بالمواصفات الكندية إلى مختلف الشركات المتواجدة في مقاطعة كيبك من أجل الحصول على عقد أو عرض عمل في مقاطعة كيبك. هنا في حالة حصولكم على عرض أو عقد عمل من طرف أحد الشركات المتواجدة في مقاطعة كيبك، هنا سوف تقومون بتقديم مباشرة إلى تصريح العمل في موقع برنامج اليوم. هنا كما تشاهدون يشرحون بشرح كامل بالتفصيل كيفية التقديم. هنا يجب عليك تقديم طلب تصريح العمل المفتوح الخاص بك عبر الأنترنت. هنا لا يمكنك التقديم في ميناء دخول كندي ولا يمكن تقديم طلب ورقي. هنا كما تشاهدون التقديم عبر الأنترنت في موقع هذا البرنامج.
هنا اشرح هنا الاشخاص الذين يمكنهم التقديم بالاوراق. هنا لدينا الخطوه الاولى، تتاكد من ان لديك كل ما تحتاجه. هنا عند حصولكم على عقد او عرض عمل، هنا جميع المعلومات الخاصه بكم، تقومون بالتقديم عبر الانترنت. تحتاجون الى ماسح ضوئي او كاميرا لانشاء نسخ الكترونيه من المستندات. هنا بور سكاني تيكم الوثائق المطلوبة. هنا لديكم بطاقة انتماء أو خصم صالحة، هنا إن كارت كريدي أو بيان إن كارت بونكير، هنا لدفع الرسوم. هذه هي الرسوم التي تكلمت عنها سابقا. هنا الرسوم على جد تصريح العمل تتمثل في 155 دولار كندي، رسوم لحاملي تصريح العمل المفتوح تتمثل في 100 دولار كندي. هنا لدينا رسوم خدمات جمع البيانات البيومترية إن وجدت، رسوم استعادة الحالة إن وجدت. كما أشرحت سابقا، هذه هي الرسوم التي سوف تقوم بدفعها عند طلب أو التقديم لتصريح العمل في هذا البرنامج. لدينا الخطوة الثالثة، قم بإنشاء حساب عبر الإنترنت أو تسجيل الدخول. هنا سوف تقومون بإنشاء حساب كري أن كونت. هنا يشرحون كيفية إنشاء هذا الحساب كما تشاهدون. هنا قائمة المستندات الخاصة بك. هنا الخطوة الخامسة، إكمال النموذج. هنا دليل التعليمات لاستكمال النموذج، يشرح هنا جميع خطوات التقديم بالتفصيل كما تشاهدون. يجب فقط قراءة هذه الخطوات واتباعها بالتفصيل. هنا تقوم بتحميل المستندات بالطريقة الصحيحة، الخطوة السادسة. هنا أيضا يوضحون حسب حالتك يمكن أن تخضع لفحص طبي كما تشاهدون. تقديم مثلا بصمات أصابعك وصورتك بين المقاييس الحيوية، وتقديم مستندات أخرى مثلا شهادة الزواج. مثلا لديكم هنا تملأون أيضا وتحملون هذا النموذج خاص بالمعلومات العائلة الخاصة بك. هنا لديكم تسجيل الدخول أو إنشاء الحساب. في هذه الخانة تقومون بالضغط إنشاء حساب خاص بكم في موقع برنامج اليوم. تتبعون جميع هذه الخطوات التي شرحتها الآن من الموقع. هنا لديكم بعد تقديم الطلب، هنا تعرف على ما يجب القيام به بعد تقدم للحصول على تصريح عمل. هنا سوف تجدون جميع المعلومات بعد التقدم للحصول على تصريح العمل. سنضغط على تسجيل الدخول أو إنشاء حساب. سأترك لكم هذا الرابط مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو. هنا كما تشاهدون في حسابك يمكنك إعداد طلب وإرسال ودفع رسوم الطلب. هنا سوف تقومون بتقديم على تصريح العمل كما شرحت سابقا. لا يوجد لديك حساب، سوف تقوم بتسجيل وإنشاء حساب خاص بك بالضغط على يسجل. هنا في هذه الخانة الحمراء بحاجة إلى مساعدة. هنا مثلا إذا كنتم لا تعرفون كيفية تسجيل الدخول أو التقديم عبر الإنترنت، تضغطون في هذه الخانة الحمراء للحصول على معلومات أكثر على هذه الخطوة. أتمنى أنكم استفدتم من شرح موضوع اليوم. أخوتي ما تنسوا تديروا نجام لايك لا فيديو هذه، نشر الفيديو في أوسع نطاق ليستفيد الجميع من هذا الموضوع. لا تنسى الاشتراك في قناة فينانس فلوكس. ميرسي، شكرا، بالتوفيق للجميع. إلى فيديو آخر إن شاء الله.